بعض الـ 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 الناس يعني نفسيتهم نفسها بتتغير لما واحد فجأة يلاقي نفسه كان في جرة وطلع لبره، بتصيبه بعض الأمراض النفسية. وإن مهم جدا إنه طول الوقت يبقى فيه زي دعم وتشجيع ليه، عن إنك كويس، عن إنك مش محتاج إنك تتعالى على الناس، عن إنك ياخد ثقة في نفسه. طبعا بكلمكم عن الصورة امبارح تحديدا، الصورة اللي كان نشرها محمد رمضان مع عربيته الفراري، وقال لا للأغبياء واوعى تفكر، لا عزاء للأغبياء واوعى تفكر تسبق الفراري. وعدد من الزملاء اعتبروا ان دي إهانة لباقي الزملاء، وكان في أحمد السعدني رد عليه وقال يعني بدل ما تقول لا عزاء للأغبياء ولا عزاء للمش عارف ايه، قول ورايا كده ان ربنا يكرم الكل. ما كانش أحمد السعدني بس الحقيقة اللي رد، كمان الشاعر أمير طعيمة هو كمان عمل هجوم جامد جدا على محمد رمضان وقال له يعني إيه يعني، أو السبب طبعا كان بسبب التطاول اللي كان واضح جدا من محمد رمضان على زملائه. كتب بوست كده طويل فيه إنه يعني ما يصحش كده، وإنت فاهم نفسك غلط، وإن زملائنا وكلهم لهم التقدير والاحترام. كان بوست محترم الحقيقة، لكن واضح جدا، لا ما كانش واضح إنه تلقيح، لا ده هو ذكر إن محمد رمضان كتب على حسابه الموثق كذا 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 وراح رادد عليه. سواء رد أحمد السعدني كان مهذب، سواء رد أمير طعيمة كان مهذب برضو، لكن لا ده ولا ده عجب محمد رمضان، فطلع يرد ورد برضو بنفس قلة الأدب المعتادة. خلاص ده يعني الحقيقة محمد رمضان أنا لما بشوفه بشوف بلطجي، فعلا بشوف بلطجي. الشخص ده هو مثال واضح جدا للبلطجي المصري، سواء في اسلوبه، سواء في ادائه، سواء في طريقه لبسه، في طريقه كلامه، في طريقه خناقه، في طريقه اعتراضه، في تمثيله، في الادوار اللي بيعملها، بلطجي. فقرر انه يرد البلطجه. عمل ايه بقى هذا البلطجي؟ الفنان البلطجي، زي ما عندنا الاعلامي المخبر عندنا الفنان البلطجي. الفنان البلطجي قرر انه ينشر صوره لي وهو راكب دراجه بخاريه، موتوسيكل يعني، واقف عليها وماسك شبل زي بالظبط نخنوخ، مع نخنوخ هو اللي كان عنده أسود صغيرة مربيها في البيت. فمحمد رمضان نشر صورته مع الشبل الصغير زيه زي البلطجي نخنوخ، وعلق على الصورة وقال من أفضل صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير، وقال أغنية نمبر ون قريبا. أنتم متخيلين لما واحد يوصف زمايله ان هم حمير، واحد شايف نفسه ان هو اسد وشايف الباقيين ان هم حمير، دي شفتوها فين قبل كده ولا سمعتوها فين قبل كده؟ ولا هو صدق ان هو ابن النظام لما خدوه يعمل فيلم كده عن العسكرية؟ ايه ده؟ ده ايه بجد؟ واحد يطلع يقول له لا ادعي لزمايلك افضل لما تقول الاغبياء ولا عزاء للاغبياء، والتاني قال له يعني عيب ان انت توصف كده بزمايلك وزمايلك دي ناس محترمه وكلها تعبت وكلها اشتغلت، فيطلع يرد عليهم كده لا عزاء للحمير. الغريبه بقى ان واحد زي محمد رمضان ده، وانا كنت سمعت له حاجه كده طلع قالها من يومين، قال ان يعني حتى لانه بجد يعني فاضي سطحي سطحي، قال لك انتوا اللي خلقتوني بعد ربنا، ده بيقول للجمهور بتاعه انتوا اللي خلقتوني بعد ربنا، دي انا عمري ما سمعتها الحقيقه، انتوا خلقتوني بعد ربنا دي اول مره في حياتي اسمع. انا اسمع مثلا الفضل ليكم على شهرتي، الفضل ليكم لنجاحي، فضلكم عليا بعد الله عز وجل كده، لكن انتوا خلقتوني بعد ربنا الحقيقه مش قادره استوعبها، بس يعني ما علينا يعني من الكلمه اللي هو قالها. طيب لما انت شايف ان الناس ليها فضل عليك وزمايلك اللي وقفوا معاك في بداية حياتك ليهم فضل عليك، النهاردة انت طالع تشتمهم ليه؟ الصور اللي انت فرحان بيها، الموتوسيكلات والعربيات والفلل، الحقيقة كل الفنانين الكبار اللي موجودين في مصر عندهم من القدرة والطاقة ان هم يظهروا اكتر من ده 10 مرات، بس ده يبقى حاجة عيب قوي، عيب قوي. ما نبقاش احنا في الدولة الفقيرة قوي، الدولة اللي بنتبرع فيها بكرتونة فيها رمضان، اكل رمضان، الدولة اللي بنجمع من الناس عشان يعالجوا أطفال صغيرين من السرطان ومن القلب ومن كل الأمراض اللي في الدنيا،
تيجي انت وتعرض الصور يعني اللي فيها الغناء الزايد عن الحد، ربنا يزيد كل الناس، وتقول كمان الحمير والاسود والاغبياء والعزاء. الحقيقه يعني مهما احنا قلنا مش هيكون قد الناس اللي هو بيقول عليها بتحبه وبتتابعه. يعني ناس عماله يعني واحد مثلا بيقول له الفلوس جننتك، واحد تاني بيقول له انت فعلا جعان، اللي بيعمل كده ده الزباله. الناس فعلا الحقيقه قامت بالواجب وزياده، لكن برضو خلينا نقول انه عنده متابعه وجمهور شديد جدا. البوست اللي عمله ده اللي نصه شتيمه واخد اكتر من نص مليون لايك، اكتر من نص مليون لايك، ربع مليون لايك، اكتر من ربع مليون لايك، 264 الف لايك على البوست اللي بيشتم فيه زمايله، بغض النظر طبعا عن ان في ناس كتيره جدا قدرت ان هي تدخل وتقول له لا ده غلط، وده كده الاحداث، وده كده الشبعه اللي بعد جوعه وحاجات كده. فيعني لو بوجه رساله الحقيقه انا مش هوجه له لمحمد رمضان. محمد رمضان ده احنا اللي ادينا له النجوميه دي، كل الناس اللي بتتابعه، كل الناس اللي بتشوفه، كل الناس اللي بتحب تمثيله وادائه هي اللي ادته النجوميه دي. المفروض ان زي ما الناس ادوله النجوميه والشهره دي يبقى هو يرد لهم ده بالاحترام، فقط الاحترام. هتقولي مره مثلا واحد زي عادل امام، واظن ما فيش مقارنه خالص لما اقول عادل امام واقول محمد رمضان، هتقولي مره عادل امام طلع قال فيها على زمايله حمير ولا زمايله اغبياء ولا الحاجات دي؟ مين فيهم ممكن يكون عمل كده؟ الراحل العظيم احمد زكي، ويمكن احمد زكي الله يرحمه توفى قبل ما السوشيال ميديا تبقى بالشكل ده، احمد زكي امتى اهان زمايله بالطريقه دي؟ عمرو دياب على مجال تاني خالص، امتى شفت عمرو دياب حاطط عربياته وحاطط بيوته وحاطط فيلله وحاطط الحيوانات اللي عنده ومصورهم بالطريقه دي؟ امتى سمعته ان سب زمايله؟ ده حتى يوم ما شيرين طلعت وقالت عليه عجز وخلاص راحت عليه واهانته اهانات بالغه، الراجل ما ردش عليها الا في فيديو بيلعب في الجيم وبيقول ان انا بكامل صحتي وان انا ولا عجزت ولا تركنت ولا حاجه. فانت ده الردود اللي عندك؟ ده اخرك؟ ده تمامك يعني؟ بس واضح ان هو ده يعني كل حاجه في مصر بقت بايظه، مش هتيجي على محمد رمضان.